الحديث اليوم عن جديد الأسواق العالمي بمزيد من التحليل إلى نادية البلاسي محلة الأسواق في إكويتي جروب. نحييك نادية مع ترقبنا لاجتماع المركزي الأوروبي، ما هو التحرك المنتظر وكيف سيؤثر على زوج يورو دولار؟ يعني مرحبا رولا، سيكون التأثير محدود بالنسبة للاجتماع المركزي الأوروبي، لأنه لم يعني مش هنغير السياسة النقدية، سيبقي السياسة عند 4%، وهذا هو ما صرحه يعني في آخر اجتماع، فستكون يعني تأثيره مثلا على اليورو غير يعني محدود، ومش هنشهد يعني التحركات المهولة هذا الأسبوع بالنسبة إلى المركزي الأوروبي. طيب نادية، يعني شاهدنا التحركات التي كانت على البيتكوين، وبرأيك إلى أي مدى سوف تكون هذه الارتفاعات بالنسبة لها، وفي ظل يعني التوجهات فيما يخص إنشاء هذا الصندوق بالتداول على البيتكوين، ارتفاعات برأيك هي مستدامة، نشهد مستويات أخرى في الفترة المقبلة، أم يعني هناك سيناريو آخر نتوقعه بالنسبة للبيتكوين؟ يعني طالما في هذه التصريحات او الرومرز التي بتجري على الصندوق الاي تي اف للبيتكوين، فممكن ان يعني ان نشهد ارتفاعات مجدده طبعا عند مستويات ال 35 و 36، لان 36 شاهدناها مسبقا يعني في هذه السنتين، فلذلك يعني ممكن نشهد ارتفاعات أخرى، ولكن طبعا الفوكس سيكون على التوترات الجيوسياسية وارتفاعات الذهب. نعم، وهذا ما كنت أريد أن أسألك، على ماذا يجب أن نركز اليوم إلى جانب تأثير استمرار الصراع طبعا في المنطقة؟ طبعا يعني شاهدنا الذهب يخترق مستويات ال 1970، وهو الآن يتداول في هذا الرينج ال 1970 وال 1980، ويقارب مستويات ال 2000 دولار، وطبعا إذا استمرت أو صار في اسكيليشن للتوترات الجيوسياسية ممكن طبعا أن يخترق هذا المستوى، والمستوى المقاومة الذي يليه هو عند ال 2050 في حال استمرت هذه الارتفاعات. نعم، وأنا أشكرك نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. شكرا.